صباح دريم. نروح لتقرير عن المؤتمر الثاني لطلاب المرحلة الثانوية بالجيزة، ده كان تحت شعار معا لمصر، أقامته محافظة الجيزة، كان بيتعاون معاها مؤسسة حفيظة النواوي للخدمات الخيرية. بنتكلم على، أو الهدف كان أنه يتم وضع خطط إعلامية للحفاظ على القيم والأخلاقيات وتصحيح المفاهيم المغلوطة والتخلص من ثقافات سلبية اللي بتعوق التنمية والتركيز على العمل والإنتاج وخدمة الوطن. وكان في مطالبات كثيرة في هذا المؤتمر هنسمعها، ونرجع مباشرة إلى فقرتنا الرئيسية عن سوق الدواء والتفتيش الصيدلي، دوره إيه، ما له وما عليه، وهل ما زلنا نعاني من بعض نواقص الأدوية ولا لأ، مع ضيوفنا الكرام الدكتور مصطفى السيد مدير عام التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، والدكتور عادل عبد المقصود عضو مجلس إدارة المؤسسة الخدمية لشعبة أصحاب الصيدليات، بعد هذا التقرير. في إطار خطة الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة وتنمية وتطوير العنصر البشري والاهتمام بعقول الشباب، تؤسس منظمة الحاجة حفيظة النواوي للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع محافظة الجيزة وتحت رعاية السيد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، المؤتمر الثاني لطلاب المرحلة الثانوية معا لمصر، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ولفيف من القيادات والمسؤولين ورموز الفكر والقيادات الدينية والشخصيات العامة. عندنا 4 محاور وست ندوات، اللجنة التنسيقية بالتنسيق مع بعض أساتذة الجامعات في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في القاهرة، اللي نظموا معنا المؤتمر الأول أيضا، كان لهم دور رئيسي في الاشتراك معنا في وضع عناوين المحاور 4 والندوات 6 اللي بيها اللي احنا عايزين نفيد الشباب دول بأقدر بقدر الإمكان، والتوصيات والاستفادة اللي طلعنا منها من المؤتمر الأول أيضا. فبالتالي تم وضع تلك المحاور الرئيسية 4 و6 ندوات اللي ممكن الطلبة والطلبات يستفيدوا منها بلا شك. يعني الكل يسعى إلى شيء واحد وإلى هدف واحد، وهو تطوير التعليم عموما، لا نقول تطوير التعليم الأزهري ولا تطوير التعليم العام، تطوير التعليم عموما، وإخراج المنتج اللي هو الطالب، يعني غرست فيه العناصر القوية التي تنمي فيه روح الوطنية والانتماء إلى الوطن. المؤتمر اللي فيه آلاف من الطلبة موجودين النهاردة معانا من محافظات مختلفة، مهمته ان يرفع الوعي بتاعهم ان هم جيل المستقبل، هم اللي عليهم يفهموا انه في حروب جيل رابع، هم عليهم يفهموا ازاي يتم التعامل مع الشائعات والمعلومات المغلوطة وازاي ياخدوا المعلومة من مصدر موثق. انا شايف انه الاهمية اهمية قصوى في هذه المرحلة اللي احنا فيها، لانه الشباب احوج ما يكون الى التوعية في مثل هذه المرحلة. المؤتمر فيه محاور جيدة جدا وفيه مناقشات، فبنقول ان المؤتمر ده بيفتح مدارك ومفروض نطلع بعدها بخطة عمل. المحافظة مشتركة بوفد من طلاب المدارس مختلفة، بنين وبنات، تعليم عام وتعليم فني، الحقيقة موجودين هنا في مناقشات هتتم مهمة قوي، جايبين الطلاب بتوعنا بتوع ثانوي شباب المستقبل، بيسمعوا من قيادات ومن مفكرين، بيناقشوا، بيبقى انتر اكتف سيشنز، يعني جلسات تفاعليه. الطلبه هتشوف النهارده قيادات النهارده في كافه مجالات السياسيه والاقتصاديه والرياضيه والعلميه، وان شاء الله النهارده لما تشوف طلبه زمايلها من محافظات اخرى، درجه الوعي والثقافه النهارده اللي هي بتاخدها من المحافظات الاخرى دي، هنطلع بتوصيات النهارده قابله للتنفيذ ان شاء الله في محافظتنا. ان شاء الله المؤتمر يبقى ناجح النهارده ويضيف للعمليه التعليميه حاجه كبيره جدا ومبدعه. ياتي هذا المؤتمر استكمالا لاهداف وتوصيات المؤتمر الاول في مارس الماضي، وايمانا بان لا تطوير ولا تنميه بدون عقول شباب متنور، وان الاستثمار البشري الحل الامثل لاي تحديات تواجه المجتمع، فبالعلم والمعرفه والفن نحارب الجهل ونقهر الارهاب. المؤتمر الثاني ان هو هدفه ان احنا ازاي نحل المشاكل اللي بتواجهنا في التعليم عامه مهما كانت بقى هي المشاكل،
فاحنا هنروح نواجهها ونقولها نعرضها على سيده الوزير وهو بقى يعمل لنا الحلول ان شاء الله. واحنا هنا وجودنا النهارده ان احنا عايزين نشوف ايه اللي ممكن يبقى احسن في الفتره اللي جايه للمرحله الثانويه، لان هي اكيد في حاجات مش عاجبانا، فاحنا ممكن نتكلم فيها النهارده مع حد مسؤول مثلا ونوصل فكرتنا. بس احنا جينا هنا نحضر المؤتمر مع وسط الكوادر الشبابيه اللي موجوده معانا في المؤتمر علشان نشوف مشاكل بلدنا ونحلها ونشوف الحاجات اللي عايزه تتصلح في الدوله، وباذن الله نقترح لها حلول ومقترحات تفيد الدوله وتفيدنا احنا كمواطنين وكشباب. اكثر من 8 محافظه من محافظات جمهوريه مصر العربيه يشاركون في مؤتمر معا لمصر. يشاركون فيه شباب الثانويه سواء الثانويه العامه او الازهريه او الفنيه لتعزيز فكره الانتماء الوطني والتسامح وتحويلها من مجرد كلام الى ممارسات عمليه تقهر الجهل والارهاب. جاكلين ماهر، صباح دريم.